اللي يعني انا جربت طبعا ايه. هنا اسمحوا لي في اختم كلامي بس بكلمتين على الاخوان الذين دائما وابدا ما يغتابوننا ويتحدثون عنا بالاحباط وبشيء من التعجب، يتركوننا في شأننا ولا يستمرون في هذا، لان هذا يعتبر غيبه، والغيبه كما تعرفون اثمها عظيم، وهي من الاشياء التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى مقارنه مع الشرك. في المجتمع الآن اللي صاير دائما تجد الناس يتحدثون عن ذاك راح وذاك جاء وذاك وش يدور يمشي وذاك عمره يعني وش يدور بهالعمر إلى آخره. فوصيتي للجميع والمستمعين والمشاهدين بترك الناس وشأنهم. أحسنت، جزاك الله خير. صراحة لفتة جميلة من أبو عبد الله من ناحية الرياضة، وهو قدوتنا صراحة. يعني الله يرضى عليك. كبار السن إذا ما يعني صار عنده تدريب وصار عنده تمرين لعضلاته، يعني بدل ما تحتاج عيالك يصيرون جنبك، ولا تحتاج العربية، ولا تحتاج إلى معاون، ولا إلى سواق يخدمك، أنت تخدم نفسك في يعني إقبالك على السن هذا. عندما تقوي عضلات القدم، تقوي عضلات الساعدين. يعني جلست أنا مع مدرب صراحة تكلم كلام جميل، والناس ما شاء الله الآن بدأت تتوجه، لكن عندنا ما شاء الله الصورة الحسنة أبو عبد الله ما شاء الله يعني في السبعينات من عمره، الله يزيدك ويمتعك بالصحة والعافية. ونذكر الله ما شاء الله على نشاطه ما شاء الله. يعني احنا إذا اهتمينا بأنفسنا وبدينا نتدرب، بدينا ندرب العضلات، خاصة يقول لك الآن الأساس عندك الآن عضلات الساقين، إذا أنت ما اعتمدت الآن عليها ومرنتها وصار عندك تدريب يومي أو كل في الأسبوع 3 مرات تعطيها تمارين، وظهر في تمارين سهلة قدرنا مدربين عندنا أبو عبد العزيز هنا يدربون، يعني وانت جالس على الكرسي يعطيك تمارين كيف تتمرن الساقين، كيف تتمرن عضلات الأفخاذ، عضلات ذاك اليوم عندنا مدرب وإن شاء الله يجينا إن شاء الله مرة ثانية، وجاء أبو معاذ ما شاء الله. فجميل جدا والله، استفدنا منك يا أبو عبد الله، وابو عبد العزيز ما شاء الله اعطانا خبرات. الرجال حسن بن قعود صديقه منصور ابو خنجر. ابو عبد الله سبحانه الله منصور ابو خنجر ما حجيت معه السنه، يقول لي واحد جزائري من الجزائر من خيره الجزائر وجزاك الله خير، يقول ابو عبد العزيز حجت اعتمرت معنا امراه عمرها ما ادري قال 128 او 118 نسيت، ونشيطه وصحيه وعافيه وتمشي وتروح على جوله عمرها ما ادري قال 118 او 128. بالمناسبه عندنا نحن رحاله الجنوب، ها نحن رحالة الجنوب. أيوة. أقل واحد عمره 67 سنة، لكن عندنا رسالة سامية ما شاء الله لنشر هذه الرياضة في المجتمع، ولذلك لنا حركات في جميع مدن ومحافظات المملكة نزورها باستمرار على أساس ننشر الوعي. لما يشوفون سن الإنسان في هذا السن وكل يستعجب طبعا، النساء والأطفال والكبار في السن، ونحاول أن نقنعهم يتعجبون، وأغلبهم ينخرط في هذه. هدفنا طبعا هنا سامي، هذا وهذا هدف رحالة الجنوب. رحالة الجنوب عددهم 11 شخص، مغلقة مجموعة مغلقة. أنتم 11 بس مغلقة. لو جاء واحد مثل لا 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 بقعود بيدخل لا يمكن، وعندنا ولا بالواسطة ولا لا مرة. السبب وش هو؟ السبب أنه عند السكن صعب لو كان العدد كثير. ها؟ عند السكن لما تجي تسكن فنادق أو بشقق أو خيام. أنتم وصل 11 الآن؟ إيه 11. خلكم درزن 12. ما بعد والله شوف كان فعلاً أنت تقول الكلام هذا، لكن اللي متقدمين لنا مجموعة كبيرة من الناس اللي يعزون علينا ورتبهم عالية في العسكرية، ألوية وفريق ومنهم وكلاء وزارات وكذا. فيصعب علينا ان احنا نقبل احد ونترك احد. انا طبعا ما انا برئيس، لست انا رئيس الرحاله، ولكن بما اني انا امثلهم هنا سووا مجموعه ثانيه. نعم. فهذا واحد. السير في الشوارع في الطرقات، السير في الشوارع والطرقات يكون ازعاج اذا كنا عدد كبير. يكون ايش؟ يكون ازعاج اذا كنا عدد كبير. اي حلو صح. فلازم نكون عدد محدود. ايضا في استضافتنا في الأماكن، في الناس تستضيفنا في الأندية وفي الأماكن الأخرى برضه إذا كان العدد كبير يصعب شوي. ولذلك عبد الله رسل مجموعة ثانية. العدد محدود. لا مجموعة ثانية تسوون أنتم مجموعة على قول أبو عبد الله الشيخ حسن يقول لك سووا مجموعة ثانية.
يعني صعبة أن يعني الآن يدوب يعني إحنا لأن إحنا على حسابنا الشخصي ما حد يرعانا ولا شيء ولا ذا صعب تتبنى كل محل هاي المشاة دعنا من المشاة المشاة في كل مكان لا يقولون تنقلهم تنقلهم جمعية مشاة الزلفي موجودة وجمعية في الطائف وجدة ومكة وإلى آخره بس نحن مسمانا رحالة الجنوب قد تستغرب أني من الزلفي ومع رحالة الجنوب مع الأخوة الجنوب صحيح هذا السؤال يتبادر للذهن يا أبو نعم أصحاب وأحباب وهم الحقيقة لهم فضل علي كبير وكان بيني وبينهم علاقات تعرفت عليهم في مناسبة ما وخششوني معهم يعني أنت دخلت هم أصلا من أهل الجنوب هم الأصل كلهم أنت الوحيد من الزلفي ومعنا واحد يمكن تسمع به من البكرية علي الخزيين ايوه نعم بس هذا ولا من احنا من المنطقه الوسطى اثنين وتسعه وتسعه من في دكتور صالح المصاري شفت واحد يا دكتور لا 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 نعم واحد في سنابات صاحب لي مستضيف في المخيم يقول رحاله بيشه هذا رحاله بيشه في برضه لهم في عمره 67 سنه في واحد اسمه رحال بيشه اعرفه انا انسان محترم وجزاه الله خير من هذا المقام احييه شخص كريم جزاه الله خير والى اخره من فوائد معليش يا ابو عبد العزيز انا اخذت لا لا تفضل يا ابو عبد الله من فوائد هذه الرياضه الجميله تسلق الجبال اللي صعود الجبال او المشي كلنا جامعين بين الثنتين تعرفنا على عدد كبير من بلادنا تعرفنا على اجزاء كبيره من بلادنا يعني كانك منات تكون قبل 1400 و1401 بلادي بلادي يعني لا هذا هو البرنامج ربع بلادي اي ربع بلادي تعرفنا ربع بلادي تعرفنا على مجموعه كبيره من الناس كسبنا علاقات وطيده مع الناس في الشرقيه وفي الغربيه وفي الشماليه وفي الوسطى وفي كذا ونشرنا زي ما قلت لكم هذه الرياضه الجميله وكان الحقيقه فيه مجموعه من المشاة في المدينه المنوره وفي ينبع وفي بيشه وفي يستضيفوننا دائما والحمد لله الامور تمام وانا مره اخرى اكرر عليكم بالرياضه ايها الحاضرون وايها المشاهدون والمشاهدات